حضراتكم غمضوا عنيكم. لا غمضوا عنيكم بجد. ده مريح قوي بالنسبه لي. طيب عايزين نتخيل العالم بعد 30 سنه من دلوقتي، يعني سنه 2048. تفتكروا العالم هيبقى عامل ازاي؟ هي ممكن تبقى مده قصيره، بس اكيد العالم هيتغير كتير في الفتره دي. عايزكم تتخيلوا مصر بعد 30 سنه. اكيد الصيف هيبقى طويل اكتر ما هو طويل دلوقتي، الشتاء هيبقى اقصر، ممكن يبقى كام اسبوع، هيبقى جو حر بزياده، هيبقى في جو جاف، هيبقى في صحراء، ممكن تفتحوا عينيكم على فكره، سوري خلاص. هيبقى في رياح كتيره قوي جايه من الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه على النيل وعلى كل الحته الخضراء اللي في النص دي. النيل تفتكروا هيبقى عامل ازاي؟ غالبا هيبقى المياه فيه قليله، وغالبا ممكن يبقى فيه مياه مالحه، لانه بسبب ارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط هيحصل عواصف وهيحصل اعاصير وهيحصل فيضانات على كل الحته الساحليه اللي فوق دي، وممكن تغرق الدلتا وتغرق النيل. ده غير طبعا ان ده هياثر اكيد على الزراعه وعلى المحاصيل الزراعيه، فبالتالي هياثر على الغذاء، فالغذاء هيقل، فهيحصل مجاعات وفي جفاف، فهيبقى في امراض منتشره بسبب تلوث البيئه وتلوث الهواء والميه، والعالم هيبقى شكله شويه صعب، صح؟ حاسين متشائم؟ شويه. للاسف لو حاسين متشائم ومسود الصوره، احب اقول لكم انه لا، ده غالبا اللي هيحصل لو احنا استمرينا في نفس اللي احنا فيه ونفس السيكونس اللي احنا عايشين فيه النهارده، وما خدناش بالنا من المشكله الكبيره اللي كلنا فيها. اوكي، حد سمع عن الاحتباس الحراري؟ لو حد سمع عن الاحتباس الحراري فايده. اوكي كويس، حلو جدا. كتير مننا لما بيسمع عن مشكله اسمها الاحتباس الحراري او التغير المناخي او كلايمت تشينج بيحس انها حاجه كبيره قوي بتاثر في الكوكب كله، مشكله عالميه كل الناس في العالم بيتكلموا فيها كل شويه، سواء في الاخبار او في المؤتمرات والندوات. وكل سنه بيحصل مؤتمر، الناس رؤساء الدول والناس صحاب الشركات الكبيرة بيقعدوا يجتمعوا عشان يشوفوا هيحلوا المشكلة دي ازاي، وغالبا المؤتمر بيخلص ومحدش بيحل حاجة. سنة 2008 تقريبا كانت أول مرة أسمع فيها مصطلح الاحتباس الحراري أو جلوبال وورمينج، وكان بالنسبة لي نفس الانطباع اللي بيجي الناس كتيرة قوي، إن هو مشكلة عالمية وأكيد أنا ماليش علاقة بيها وماليش دخل فيها. بس مع الوقت بدأت إن أنا أخد بالي من حاجات شوية، اخد بالي ان الصيف بقى اطول، كلنا بقينا نحس ان الجو بيتغير، كلنا ما بقيناش نحس ان الشتاء زي الاول، بالعكس لما الشتاء بيجي بيبقى قوي جدا وبيبقى مركز قوي في وقت قصير. كتير في العالم الناس بتحس بالمشكله دي، سواء في مدن ساحليه اللي بيحصل فيها فيضانات زي التسونامي، مدن بيحصل فيها تصحر او درجه حراره بشكل كبير قوي زي مناطق كتيره في افريقيا واسيا. طيب اكيد الموضوع ليه سبب، اكيد الموضوع ليه اصل. في الفترة دي بدأت إن أنا أروح أزور منطقة اسمها حي الزبالين. واللي فيكم مش عارف إيه هو حي الزبالين، أحب أقول لكم إن دوت مركز إعادة التدوير في القاهرة. و85% من الزبالة اللي إحنا بنطلعها كل يوم بيحصلها إعادة تدوير في المكان ده، وبفضل الناس اللي هناك دي. الناس دي شغالة في الموضوع ده بقالها سنين، بيجمعوا الزبالة، ممكن كتير مننا نبقى شفنا شوية ناس منهم، في ناس بتجمع ألومنيوم، في ناس بتجمع كنزات، في ناس بتجمع بلاستيك. بيروحوا يجيبوا الحاجات دي ويعملوا لها اعاده تدوير عشان هم شايفين ان دي ليها قيمه. هناك في المنطقه ديت عرفت معنى فعلا قيمه كل ماده، ازاي ان الحاجات ديت خلاص ما بقتش زباله، الحاجات ديت هي فيها اوبورتونيتيز وفيها فرص جديده. هم بيحولوا كل حاجه لمنتج تاني. حتى كمان الحاجات الاورجانيك ويست او المخلفات العضويه اللي هي بواقي الاكل والحاجات اللي احنا المفروض مش بنركز فيها خالص، هم بيدوها للحيوانات بتاعتهم بيخلوها ياكلوها. في المكان دوت بدات احس باهميه المواد، احس باهميه البلاستيك، احس باهميه الورق، احس باهميه القماش، احس باهميه كل المواد اللي احنا بنرميها بسهوله جدا في الزباله وما بنبقاش بنفكر فيها تاني. ساعتها انا كنت طالب في كليه فنون تطبيقيه. كان كل اهتمامي وشغفي لي علاقة بالفنون ولي علاقة بالمعارض، وان انا ارسم وان انا اعمل اعمال فنية واحضر معارض وكده. بعدين حسيت ان هو طيب، هو ليه ما فيش حاجة بتربط شوية الفن بحاجة بيئية او مدخل بيئي؟
ولما قعدت ادور لقيت ان المدخل الوحيد او المدخل المباشر جدا للفنون في البيئه هو اعاده التدوير. لو قلت لك اعاده تدوير هيجي في دماغك ايه؟ هيجي في دماغ غالبا اللوجو ده بنشوفه كتير، هيجي في دماغك مصنع اعاده تدوير بيجمعوا ازايز بلاستيك ويروحوا يكسروها ويعملوا منها منتجات تانية، او مصنع للالومنيوم كانز ويطلعوا منها حاجات تانية. بس اعاده تدوير بالشكل ده غالبا بتبقى صناعه، يعني محتاجه مصنع، محتاجه ترانسبورتيشن او نقل، محتاجه مكان للتخزين، محتاجه عماله، محتاجه طاقه، محتاجه فلوس كتيره قوي عشان نقدر ان احنا نعيد تدوير الحاجات دي. بس لو قلت لك ان انت ممكن تعمل اعاده تدوير من غير ابدا ما تحتاج مصنع ولا تحتاج فلوس ولا تحتاج عماله ولا ترانسبورتيشن ولا تحتاج اي حاجه خالص، هتحس انها اسهل، صح؟ هو ده بالظبط اللي انا جاي اتكلم عنه، حاجه اسمها الاب سايكلينج. لو احنا النهارده بصينا على الازازه دي، كتير مننا ممكن يبقى خلاص هي ادت وظيفتها كازازه ميه وبقت دلوقتي زباله ممكن نرميها في الباسكت. في ناس تانيه هيشوفوا فيها فرصه لاعاده تدوير، احنا ممكن نجمع ازايز كتير قوي زي ما جمعيات واماكن كتيره بتعمل ونودي دول لمصنع اعاده تدوير يكسروه وينتجوا منه حاجات بلاستيكيه تانيه زي شماعات، معالق، او حتى علب بلاستيك. وده حاجه كويسه جدا، بس زي ما قلنا بتحتاج بروسس طويله وممكن تكون مكلفه. بس لو قلت لك ان الازازه دي لوحدها ممكن نعمل بيها حاجه، ممكن اخرمها واسقي بيها الزرع، ممكن ازرع فيها، ممكن تبقى حصاله، ممكن تبقى لعبه اطفال، ممكن تبقى حاجات كتيره جدا 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 لو بصيت لها بمنظور تاني غير الازازه البلاستيك. هو ده بالظبط الاب سايكلينج. فحاجات كتيره جدا ممكن نطلعها من ازازه واحده بس بلاستيك من غير ما اخش في البروسس الكبيره بتاعت اعاده التدوير. هو ده الاب سايكلينج. الاب سايكلينج بدل ما في الريسايكلينج العادي بكسر الماده للصوره الاوليه ليها واعيد تدويرها، وساعتها بتفقد كتير قوي من القيمه بتاعتها سواء الحجم بتاعها او الطاقه اللي بتحتاجها عشان تشتغل، لا انا برفع من قيمتها، بعمل لها اب سايكلينج. رفع القيمه دوت بيكون عن طريق ان انا بحولها من منتج هو مهمل لمنتج تاني ذو قيمه اعلى. الحصاله، الفازه، المقلمه، كل دي منتجات اعلى بكتير من بس الازازه. ساعتها انا بوفر في الاستهلاك، مش بشتري المنتج الجديد ده جاهز، وفي نفس الوقت استخدمت المخلف بتاعي. وهو دوت بالظبط اللي انا فكرت فيه ساعتها، ان انا هربط الفن بالبيئه عن طريق الاب سايكلينج. هجمع مواد الناس شايفاها مخلفات وهحاول ان انا اعمل بيها حاجات فنيه، احاول ان اعمل بيها حاجه توصل الرساله والمفهوم اللي انا اتعلمته في الاول ده. وبدات افكر في الموضوع ولقيت ان عندي كتير قوي حاجات ممكن استخدمها. يعني مثلا ليه ارسم على لوحه مصنوعه جاهزه بدل ما ممكن ارسم على شويه شرايط كاسيت قديمه؟ او ليه ما اجربش ان انا اجمع السيديهات الكتيره اللي عندي اللي ما حدش بقى بيستخدمها واحاول اعمل بيها مجسم فني او عمل فني؟ وهو ده بالظبط بدا اللي بقى التفكير بتاعي، ان انا بجمع الحاجات استخدمها في الفن واعمل بيها معارض. وبصراحه الموضوع برضو بيقلل تكاليف كتير عشان الحاجات دي بقت غاليه قوي. بعد كده بدات ان انا لما كونت منتجات كتيره من الفنون ديت بدات ان انا اعمل معارض. في المعارض ديت الناس كانت يعني متباينه جدا في ردود الافعال. في ناس كانت مبهوره او حاسه ان دي حاجه عظيمه جدا، انت ازاي عملت كده؟ وفي ناس كانت مستغربه شويه وعلى عينيها كده نظره بس دي زباله. انا كنت بحاول انتهز الفرصه واروح اتكلم مع الناس دي اقول لهم اه هي زباله ومش عيب ابدا انها تكون زباله، بس انت شايفها دلوقتي ازاي؟ هي دي نقطه التحول. ليه انا بستخدم الزباله عشان اعمل بيها فن؟ واقعد اكلمهم عن المفاهيم كتير اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول، اقول له يعني ايه اب سايكلينج، اقول له يعني ايه ريسايكلينج، اقول له يعني ايه الاستخدام الهادف للموارد والاستخدام المتكرر للموارد. وممكن كمان اقعد اكلمه عن الاحتباس الحراري وعن مشاكل البيئه الكبيره. فساعتها حسيت ان الفنون ديت بقت مدخل ليا ان انا اتكلم مع الناس للهدف اللي انا عايز اوصله. وهنا بدات الفنون بقت رساله، بدل ما هي كانت بس حاجه جميله بقت بتوصل مسج والناس تعرف منها حاجات اكتر. ومع الوقت حسيت ان حلو جدا الناس بدات تعرف عن الموضوع والناس بدات انها تبقى انجيجد اكتر، بس في ناس عايزه تجرب تعمل ده بايديها. وهنا بدات ان انا اعمل ورش، وكانت اول ورشه اعملها ان انا اعلم الناس ازاي هم كمان يقدروا يستفيدوا من المخلفات بتاعتهم. يلا نجمع كلنا من البيت شويه البرطمانات اللي موجوده عندنا او شويه الجرايد المرميه او السيديهات او حتى الالكترونكس القديمه
ونقعد نجرب نطلع منها منتجات فنية تفضل عايشة على طول وتفضل توصل المسج بتاعتنا. ومع الوقت بدأ ان دوت يبقى اتجاه والورش بعملها كتير جدا. عملت لغاية دلوقتي اكتر من 300 ورشة في محافظات ومدن مختلفة جدا في مصر، وكمان مع بيئات مختلفة. عملت ورش مع اطفال، عملت ورش مع كبار، عملت ورش حتى كمان مع ستات بيوت هم حاسين ان عندهم حاجات كتيرة مش قادرين يستغلوها. الورش دي كانت بتطلع منتجات مختلفة جدا ومنتجات فعلا حلوة، فبدأنا ان احنا نعمل كمان بيها معارض، وهنا بدأت الدايرة تكبر. بدل ما كان واحد بيعمل شوية فنون بالقمامة بقت مجموعة، والمجموعة دي بقت تعمل معارض، فناس تانية تعرف، فالناس دي تدي غيرها ورش، وبدأت الدايرة تكبر. ودلوقتي ما بقتش لوحدي، بقى عندي تيم، بقى في ناس كتيرة تبقى كمان معايا تقدر تعلم غيرها، وبقينا نلف في محافظات مصر، نروح الصعيد، نروح البحر الأحمر، نروح الدلتا، عشان نوعي الناس عن مشاكل ليها علاقة بالبيئة عن طريق الفنون. صورة زي دي مثلا، كتير مننا هيبص على الصورة دي ويشوفها كوم زبالة، صح؟ بس أنا لما شفت حاجة زي كده شفتها بالطريقة دي. السمكة دي تقريبا أكبر عمل عملته لغاية دلوقتي. هي طولها 4 متر وارتفاعها 3 متر. السمكة دي أخذت شهرين من تجميع من المواد لفصلها لغسلها لعمل الاستراكشر أصلا بتاع السمكة نفسه، وإن أنا أعلق عليها الحاجات. الموضوع بصراحة كان متعب جدا، بس الرياكشن أو الرد الفعل اللي شفته بعد كده من الناس في المعرض كان رهيب. الناس بعد كده بقت بتشوف قدامها حاجة فنية هم مبسوطين بيها جدا، بس لما يقربوا بيشوفوا حاجات عندهم في البيت، يشوفوا شوية لعب، يشوفوا شوية حاجات في المطبخ مكسورة، يشوفوا جزم وشبشب وسماعة وشنطة وحاجات كتيرة قوي عندنا. لو فتحنا الادراج وبصينا فوق الدولاب وتحت السرير وفي الصندرة هنطلع الحاجات ديت وهنعرف قيمتها كتير. هو ده بالظبط اللي بدأت أعمله، وهو ده بالظبط اللي حاسسني إن أنا ممكن أستمر في ده عشان الناس تعرف أكتر عن الموضوع. الفكرة كلها في الوعي وفي المسؤولية. لما أحس بالوعي وأعرف أكتر عن المشكلة بتاعتي هعرف إن أنا إزاي أحل فيها. أنا اخترت الفن كوسيلة إن أنا أثر بيها على غيري، بس ممكن حد تاني يختار وسيلة تانية. المهم إن أنت تبقى عارف وسيلتك اللي تقدر تأثر بيها على المجتمع. وأظن لو كلنا عملنا كده هنقدر نغير شوية شكل العالم بعد 30 سنة. Thank you.